السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الإمام الكاظم عليه السلام: المصيبة للصابر واحدة وللجازع اثنتان. مشاهدينا الكرام، في هذا الحديث يشير الإمام عليه السلام إلى الفرق الجوهري بين من يصبر على المصيبة ومن يجزع. فالمصيبة تأتي على كل إنسان، هذا قدر الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فالابتلاءات والمصائب جزء من حياتنا، لكن الصابر هو الذي يتحمل المصيبة برضاء وتسليم لقضاء الله سبحانه وتعالى. تكون عليه المصيبة واحدة، إنه يشعر بالألم والحزن، لكن بالصبر والثقة في الله سبحانه وتعالى يخفف الله عنا وطأتها ويجعلها في حدودها الطبيعية. أما الجازع وهو الذي يرفض ويتذمر من المصيبة وما يتحمل المصيبة فحسب، بل يضاعف من تأثيرها عاليا، والجازع يعيش الألم مرتين، مرة عند المصيبة ذاتها ومرة أخرى من عدم تقبل إلها، فيكون في حالة من القلق والحزن. والصبر مشاهدينا الكرام في الإسلام من أعظم الفضائل التي حثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليها، والقرآن الكريم أيضا حثنا عليها، والإمام الكاظم عليه السلام يبين لنا أن الصبر يحافظ للإنسان على توازنه ويجنب قلبه من الغرق في اليأس. فالمصيبة قد تجرح الإنسان لكنها لن تدمره إذا صبر. الصبر يجلب الهدوء والسكينة للنفس، بينما الجزع يعمق الجرح ويزيد من حدة الألم النفسي. كم من إنسان صبر على مصيبة فوجد بعدها الفرج، وكم من شخص جزع وضاعف من مصائبه وأحزانه حتى أغرق نفسه في بحر من الهموم. وإحدى أهم النقاط التي نستفيد منها مشاهدينا الكرام من هذا الحديث طبعاً هي كيفية مواجهة المصائب في حياتنا اليومية. كل إنسان يتعرض للصعوبات، سواء كانت مصاعب مالية أو صحية أو حتى اجتماعية. هنا يكون الاختبار الحقيقي للإيمان. عندما تصيبنا مصيبة علينا أن نتذكر أن الصبر هو مفتاح الفرج، وأن هذه الابتلاءات هي جزء من رحمة الله سبحانه وتعالى لتجعلنا أقوى. الجزع والتذمر لن يغير من الواقع أي شيء، بل يزيدا من معاناتنا. لذا فلنحاول التحلي بالصبر وطلب العون من الله سبحانه وتعالى. مشاهدينا، هناك أدوات يمكن أن تساعدنا على الصبر، مثل الدعاء وقراءة القرآن الكريم والتأمل في حكمة الله سبحانه وتعالى في المصائب والتفكير في عواقب الجزع وتأثيره على النفس. في نهاية الحلقة مشاهدينا الكرام، نتعلم من حديث الإمام الكاظم عليه السلام أن الصبر ليس مجرد فضيلة، بل هو درع يحمي الإنسان من مضاعفة آلامه وأحزانه. والمصيبة قد تكون ثقيلة لكنها تصبح خفيفة بالصبر والرضا. نشكركم على حسن المتابعة مشاهدينا الكرام، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من دروس اليوم في برنامجي درر الأتراك. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.